أحب أعرفكم بنفسي، أنا حسين، عندي 36 سنة. عاوز أعرفكم قصتي. لما كان عندي 12 سنة كنت ساعتها خرجت من قريتي، بس ما كانش معايا ولا أكل ولا شرب، وما فيش في جيبي غير 2 جنيه بس. مشيت كتير وقلت في نفسي أول بيت هلاقيه هخبط عليه، لأني تعبت من كتر المشي، وهطلب منهم كمان بإذن الله أكل. بس لما خبطت لقيت بنت صغيرة فتحت الباب، بس اتكسفت أقول لها عاوز آكل، فقلت لها ممكن مية. البنت ساعتها فهمت إني مش بس محتاج مية، دخلت لمامتها وقالت لها ماما ماما في واحد بره يا ماما محتاج مية، بس صراحة يا ماما هو شكله مش عاوز مية، ده شكله جعان. مامتها قالت لها شوفي كده يا حبيبتي، شوفي كده يا أسماء إيه عندك. أسماء كانت بنت صغيرة عندها حوالي 10 سنين، بس مامتها ربتها على الكرم والبذل، بالرغم ان هم عيشتهم بسيطة جدا، الا هم شافوا ايه عندهم بالظبط، وكان جرة اللبن دي او اللبن اللي عندهم اللي موجود هتشوفوا دلوقتي. اسماء ساعتها بعد ما دورت لقيت لمامتها ماما لقيت اللبن ده، راحت مامتها قالت لها ادهولي يا حبيبتي. خرجت اسماء قالت له اتفضل، قال لها بس ده كتير، قالت له لا اتفضل الهنا والشفا. حسام كان محتاج يروي 10 شهور وجوعه بحاجة أقل من كده بكتير، بس ربنا رزقه بأكبر كمان وشرب لحد ما ارتوى، وما كانش مصدق إن في حد بالكرم ده. قال لها أنا ما فيش في جيبي غير 2 جنيه، أدفع إيه؟ قالت له ده من غير حاجة، ده هدية من ماما، ماما علمتني ان اعمل الخير وما تطلبش عليه شيء. ساعتها حسام قال لها مش عارف اشكركم ازاي، اشكري ماما كمان. وتمر الايام والشاب الفقير انا ادخل الجامعة واتخرج واكون بفضل الله متميز في شغل، مش بس كده لا كمان دكتور كبير. وفي يوم من الايام دخلت مريضة كانت تعبانة جدا من المستشفى اللي كنت فيه، كانت تعبانة بمرض خطير، لكن للأسف معاش فلوس لعلاجها ومرضها كمان مات، فبالتالي هيتأخر علاجها لأن معاش الكم ده من الفلوس. بعتولي ساعتها عشان أفحصها، لأن أنا كنت متميز جدا بفضل الله في شغلي، ويشاء ربنا إني أسألها وأقول لها أنت منين؟ فتجاوب عليا، بس كان عندي فضول سبحان الله مش عارف ليه كده ان اعرف اكتر واكتر عنها، واقول لها من فضلك قولي اكتر انت من انه منطقه، لحد ما اتاكد انها البنت اللي خرجت ليا بكوبايه اللبن الكبيره او جره اللبن، وكنت ساعتها هموت من العطش والجوع وهي شربتني اللبن في اليوم ده. دخلت اسماء العمليه وانا اللي وقفت عليها واشرفت عليها بنفسي. بعد صراع طويل وأيام كتير في المستشفى تخف البنت تماما، بس يا ترى أكيد هتسأله الفاتورة هتدفع ازاي وهتبقى قد ايه، والبنت معهاش فلوس. الفاتورة جت طلعت 1000 جنيهات، بس أنا اللي استلمتها وكتبت تحتيها مدفوعة بالكامل بكوباية لبن. أنا جاي النهاردة عشان أقول لكم حاجة واحدة، عاوز اقول لكم اعمل الخير وما ترموش البحر، لا اعمل الخير وربنا عز وجل هيجازيك عليه خير، اعمل الخير وربنا عز وجل هيعينك ويساعدك ويرزقك بالخير ده اللي انت عملته اضعاف مضاعفه، لان مهما عدت الايام هيترد لك الخير. وهنا تكون انتهت قصتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا منها باذن الله، وما ننساش نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد اذنكم ما ننساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.